لم تتوقع في يوم من الأيام الطالبتان الفلسطينيتان نادين وصفاء أن تسعفا جرحى جراء اعتداء إرهابي يهز العاصمة الفرنسية. حصل ذلك يوم الجمعة الماضي عندما لجأ رواد مسرح باتاكلون هربا من نيران الإرهاب إلى السكن الجامعي المقابل لهذه الصالة والذي تقتل فيه هاتان الطالبتان، ما دفع بنادين وصفاء إلى الهرع لمساعدة الفارين من دون استيعاب سبب هروبهم. العربية أول وسيلة إعلامية تدخل هذا السكن المحظور على غير قطني منذ جمعة باريس الدامية. بس يا صبايا نادين وصفاء، شايفين الدار مش طالع على الطوابق، نازلين على الكلمة على الباركينج صح، على مواقف السيارات أو القبو. هلا هو دخلوا هم طلعوا على الفروش، في ناس طلعوا فوق على الطوابق اللي فوق وفي ناس نزلوا تحت على الباركينج يعني تحت، وفي في طوابق على كل طوابق رح تلاقي نفس الإشي، دم وناس كانوا يعني واو 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 واو. حالة قلق وكوابيس في الليل ترافق نادين منذ لحظة الاعتداء، لا سيما وأن آثار القتل ما زالت تجسدها دماء تغطي السكن الجامعي. من يوم الجمعة لهلا صراحة ما رجعت لطبيعتي، إنه ما بنام منيح ولا وعندي امتحانات هالأسبوع مش قادرة أدرس بالمرة. رغم الإرباك والصدمة بعد الحادث الإرهابي، أصبحت شجاعة هاتين الشابتين مثلا يحتذى به بين الطالبات اللواتي يقتلن هذا السكن الجامعي. ليث بزاري، العربية، باريس.